السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرحب بحضراتكم ونرحب دكتور زهير دكتور زهير ان شاء الله غني على التعريف مش اول محاضره يشرفنا بيها هو حاصل على الدكتوراه في العماره الرقميه السنه دي 2020 من جامعه ليفربول وماجستير عماره رقميه جامعه سارفورد بريطانيا 2012 وبكالوريوس هندسه عماره جامعه تكنولوجيا بغداد 2006 ما شاء الله يعني دايما في اي مجال بيتكلم فيه بنحس كده بحب للعماره وحب لإفادة لل... الناس و... واستيعاب لل... للعمارة في دول كثيرة مختلفة جدا فإن شاء الله يعني محاضرة نستفاد منها ونستمتع بها بإذن الله تفضل دكتور شكرا جزيلا استاذ عمر بدءا على هذه الدعوه الكريمه من جنابكم وهذا التعريف اللي اكثر مما استحق حقيقه يعني هو الفضل يعود لكم في هذه المحاضره سلسله المحاضرات اللي اعتقد صار اكثر من خمسه اشهر مستمره يعني جهد كبير بدءا يعني السلام عليكم ورحمه الله جميعا اساتذتي اخوتي وزملائي وزملاء المستقبل حقيقه يعني قبل ما ابدا الموضوع مباشره يعني حبيت ان ألافد نقطه معينه لانه بالغالب عندما يعني يطلب مني تحضير محاضره مماثله لموضوع في العماره الرقميه ما يستغرق الامر من عندي ثلاث اربع ايام بال الحالات الطبيعيه بالحالات القصوى اسبوع اذا كان الموضوع مستجد عليه ولكن عند يعني تحضير لهذه المحاضره وجدت نفسي لانه هذا الوقت يعني استغرقت اكثر مما توقعت لسبب قد يكون معرفه السبب بسيطه ولكن السبب معقد السبب بي... يعني باختصار لأنه الربط بين موضوعين أه... خلي العنوان ما ظهر عندكم نعم فالربط بين موضوعين أه... اللي هن العماره عفوا التعليم بصوره عامه في في العصر التكنولوجي الان وحده يشكل جدليه واسعه على مستوى العالم ليس على مستوى منطقتنا يعني في دولنا العربيه حتى على مستوى دول عظمى وبرلمانات يعني برلمان الاتحاد الاوروبي الان موضوع الشغل الشاغل في الجانب التعليمي هو كيف استخدام التكنولوجيا على مستوى التعليم بصوره صحيحه. الجانب الاخر من من الموضوع هو التعليم المعماري الذي يشكل جدليه ازليه اعتقد وراح تستمر الى ما لا نهايه حول موضوع التعليم المعماري يعني منذ ظهور تخصص العماره كتخصص قائم بذاته لحد الان الكثير من النظريات تظهر وتختفي وتاتي نظريات جديده تفندها ولكن يظل الموضوع مستمر في التطور وجليه فالدمج بين هالموضوعين الموضوعين يعني حقيقه كان صعب جدا لذا من خلال ان شاء الله انا حاولت يعني المحاضره ما تزيد عن الساعه بس اتوقع ممكن ان تزيد عن الساعه بقليل ان يعني هذا وقتكم الثمين ان شاء الله ي يعني ينتهي في شيء يوازي هذا ال ال الوقت فمثل ما تعرفون حضراتكم المحاضره هي العنوان تصميم العماره الرقميه ومستقبل تعليم وعلم اصول تدريس العماره Digital Architectural Design and the Future of Architecture Education and Pedagogy قبل ما ابدي هذه المحاضره يعني حاب ان اذكر فت قصه طريفه نقلها احد زملائي وصديق العزيز دكتور زياد في لقاء مع بروفيسور ياباني واستفساره عن سبب تطور التعليم في اليابان والاهتمام المتزايد بالتعليم الجامعي فذكر البروفيسور الياباني لانه يعتقد اليابانيون ان الجامعه هي مؤسسه تعليميه تشبه المصنع مصنع للانتاجات العلميه ولكن المنتج الاهم في هذه المصنع لانه هو الطالب هو الخريج اذا هم دائما يتابعون الخريج بعد التخرج يلاحقون يعني ما الوظيفة خلال الوظيفة أداء عمله متطلبات المجتمع وبالتالي حصولهم على فيدباك أو تغذية راجعة من المستهلك اللي هو مثل المجتمع أو, أو الشركة وبالنتيجة تطوير المنتج يعني دائما لأنه ينظرون للطالب أو للخريج كمنتج يجب عليهم تحديثه باستمرار فهذا يعطي انطباع على انه التعليم مو مساله يعني ثابته بكافه المجالات وخاصه المجالات اللي تتخصص بالهندسه والطب والعلوم الاخرى فمحاضرتنا ان شاء الله راح تتمحور حول عده جوانب الجانب الاول راح نطرح فكره عامه حول التعليم بصوره عامه والتعليم الرقمي والتعليم المعماري ثم التعليم المعماري بصوره ادق وتفصيليه المحددات والتحديات التي تواجه التعليم المعماري في الوقت الحاضر يليها بعد ذلك طرح فكره او مصطلح الديجيتال نيتيفز والاميغرانس ديجيتال اميغرانس اللي هم المواطنون الرقميون والمواطنون عفوا والمهاجرون الرقميون بعدها the future and the current need الاحتياجات الحاليه والمستقبليه في التعليم المعماري يليها كيس ستدي دراسة حالة في جامعة ليفربول، دراسة حالة سريعة، ثم تنتهي بمقترحات ونصائح إن شاء الله قد تكون مثمرة. نبدأ في النظرة العامة حول الموضوع، مثل ما يعني تعرفون لأنه الموضوع عبارة عن جزئين أساسيين، اللي هو الجزء الأول يمثل تصميم العمارة الرقمية، والجزء الآخر هو التعليم المعماري عندما نتحدث عن التصميم العمارة الرقمية هو التصميم الذي يختص بعملية نمذجة وتمثيل وإظهار التصميم المعماري باستخدام الحاسبة أو برامجيات الحاسبة حيث تتيح هذه العمليات الحسابية إلى إجراء لأجراءات حسابيه معقده تسمح للمعماري بصنع بدائل الحلول معقده كان من الصعب سابقا اجراءها بالادوات التقليديه، طبعا هي ليس من المستحيل ولكن من الصعب. بالرغم من أن استخدام البرامجيات في الهندسه المعماريه يرجع تاريخه الى خمسينيات القرن الماضي ولكن مصطلح الديجيتال اركتكتشر ديزاين هو مصطلح اطلق في عام 1984 من قبل المهندس المعماري ويليام جيبسون وكما معروف لانه استخدام التقنيات الرقميه في العماره توسع في ثمانينيات القرن الماضي. لا احب الاطاله في هذا الموضوع خاصه انه كان لدينا محاضره سابقه ايضا في منصه بيم عربيه سابقا اللي يحب يستزيد حول هذا الموضوع كان يمكن الرجوع لها في هذا الرابط. ننتقل الآن إلى التعليم المعماري، الجانب الآخر من محاضرتنا. التعليم المعماري هو تعليم تصميم المعماري، هو نظام معرفي يهتم بالأبعاد المرئية لتصميم المبنى أو أي تصميم آه لمنشأ أو آه أو لمجموعة مباني. فهي عملية اكتساب المهارات المتعلقة بكيفية فهم الطالب للبيئة والتعرف عليها وإعادة إنشائها باستخدام الأطر المعرفية والمرجعية التي تعلمها خلال فترة دراسته. عندما نتحدث عن التعليم المعماري من الضروري الرجوع خطوه الى الوراء للنظر الى التعليم، ما هو التعليم قبل ان نفهم التعليم المعماري؟ التعليم هي عمليه تيسير التعلم او اكتساب المعرفه والمهارات والقيم والمعتقدات وغيرها من الامور من خلال عمليات التدريب وقراءه القصص والمناقشه والبحوث وغيرها، وتتم عمليه التعليم بالعاده بين عنصرين اساسيين اللي هم المعلم والمتعلم وبعض الأحيان يكون هو المتعلم نفسه المعلم بطريقة التعليم الذاتي المنهجية التدريس تسمى علم أصول التدريس أو البيداغوجي وهي كلمة إغريقية فالعملية التعليمية يمكن أن يكون اتصال بين المتعلم والمعلم شفهياً مثل التدريس الاعتيادي أو غير لفظي طبعاً نقول بين المعلم والمتعلم ليس بالضرورة ان يكون المعلم يعني مثل ما النظره العامه اللي عندنا لانه المعلم هو الاستاذ والطالب هو المتعلم قد يكون في بعض الاحيان الطالب هو اللي يكون معلم لاستاذه يعني كثير من الاحيان لانه نتعلم احنا من الاصغر من عندنا سنا او نتعلم من اي شخص اخر في عمليه التعلم عمليه تبادليه ليس لا تحكمها يعني شهاده او او عمر وبعض الاحيان ايضا احنا نتعلم من الكائنات الحيه الاخرى من من النباتات ومن الحيوانات والشواهد المعماريه ايضا حتى نتعلم من البيئه حتى من الكائنات غير الحيه يعني الشواهد المعماريه موجوده عندنا لانه الكثير الان من المعماريين يلجؤون للتعلم من الطبيعه فعمليه التعلم اذا عمليه يعني تبادليه بالعاده. ف التعلم تختلف عن عملية التعليم، لهذا من الضروري الفصل بين العمليتين، يعني عملية التعليم أو مفهوم التعليم هي عملية تفاعلية تنتقل فيها الخبرات والمعارف والمعلومات من ذهن المعلم إلى ذهن المتعلم، بالعاده تكون هذه العملية مخطط لها كما يحدث في الجامعات والمدارس. وهي عملية هدفها إيصال هذه المعلومات بصورة مباشرة للمتعلم. اما التعلم مفهوم التعلم هو سلوك شخصي يقوم بفرد لكسب الخبرات والمعلومات والمعرفه فيستطيع من خلاله اداء عمل ما طبعا المتعلم هنا يكون دائما الشغف هو اللي يدفع لهذا الشيء فيبحث عن عن الادوات المناسبه التي تحقق المعلومات تكون من خلال المدارس والمعاهد او الكتب والانترنت او التدريب الذاتي طبعا الكثير من العلماء يقولون انه عمليه التعلم محكومة بعدة عوامل ومتأثرة بعدة عوامل بالعادة يصنفوها إلى صنفين يعني. صنف العوامل الخارجية والعوامل الداخلية العوامل الخارجية يحددوها بثلاث محاور أساسية وهي الوراثة او حاله الطالب النفسيه والماديه وغيرها والبيئه الماديه اللي يعيش بها المتعلم وليس فقط الطالب يعني بصوره عامه، البيئه الماديه نقصد بها بيئه المدرسه، بيئه المنزل، بيئه العمل، كل هذه تعتبر بيئه ماديه. اما الانترنال فاكتورز العوامل الداخليه فهي عوامل عده يعني اكثر ما يجمعون على انه ما يقارب 13 عامل اللي هي الحوافز والاهتمامات والانتباه والتعب وغيرها والخبرات السابقه وغيرها من العوامل. أه الكثير من التربويين اعتقد اذا موجودين حاليا في محاضرتنا واساتذتنا يعرفون تصنيف يدعى تصنيف الاهداف التربويه اللي هو بلومز تاكسونومي او ذا تاكسونومي اوف education Objectives بلومز صنف التعليم او الاهداف التربويه الى ست اصناف يبدا من ابسط عمليه او الاساس من ابسط عمليه التعلم هي التذكر تاتي في المستوى الاول بعدها الفهم understanding ثم الابلاينج التطبيق بعدها ياتي التحليل analysis analyzing والتقييم واخرا الابداع طبعا التصنيف الاساسي لبلومز يضع التقييم بعد الابداع يعني في اعلى قمه الهرم ولكن التحديث من قبل كاثروول في عام 2002 وضع الابداع اعلى من التقييم واصبح هذا الهرم هو الهرم المعتمد يعني في بالنسبه للاكاديميين طبعا التصنيفات الثلاث الاولى تخضع او تسمى بمهارات التفكير الدنيا او الادنى. باعتقادي انه في انا اتكلم عن مدارسنا الاوليه في العراق ليست مدارس جامعيه واتكلم عن العراق بصوره خاصه يعني لا اعلم حول المدارس الموجوده في دولنا العربيه دائما تركز على المهارات تفكير الدنيا ما اعتقد اكو عندنا مدارس تعبر الى المرحله الرابعه، طبعا هذا يختلف بالتعليم الجامعي يوجد يعني اغلب التعليم الجامعي يهتم في هذه الجوانب الثلاثه العليا واللي تدعى مهارات التفكير العليا خاصه الكليات العلميه والهندسيه والطبيه. الان ننتقل الى الاركتكتشرال education او الاركتكتشر education ما هو التعليم المعماري؟ قبل البدء او من الضروري يعني عند الاشاره الى التعليم المعماري علينا الفصل بين تخصصين معماريين التخصص الاول هي العماره بيور اركتكتشر والتخصص الاخر اللي هو الاركتكتشرال انجينير طبعا في الدول الاوروبيه واعتقد في امريكا كذلك واستراليا وكندا هناك تخصصين تخصص عماره وتخصص هندسه معماريه اكيد هناك مشتركات بين التخصصين ولكن معظم الكليات لديها هذا التخصصين منفصلين بالنسبه لي أعتقد في العراق لانه احنا كتخصصاتنا يعني الاسم تخصص هندسه معماريه ولكن اعتقد ناخذ الجانبين من الاركتكتشر والاركتكتشرال انجينيرنج الان ما هو الاركتكتشر education الاركتكتشر ادكيشن كما معروف للجميع او للمتخصصين في هذا الموضوع هي عمليه تفاعليه تتضمن طرق متنوعه لدعم ادراك المتعلم الفردي طبعا هي ليست عمليه تعليميه مثل ما موجود ببقيه الاختصاصات لانه الاستاذ يقف على السبوره يقدم محاضره وتنتهي انما هي عمليه تفاعليه دائما هناك الاستاذ والطالب دائما في تفاعل و تبادل اراء مستمر فهو مجال متعدد الاوجه بسبب تعقيد الجوانب الاجتماعيه والثقافيه المرتبطه. حيث يغطي التصميم المعماري مجموعه واسعه من العوامل التي تتجاوز الجوانب الماديه والهيكليه، حيث تشمل القيم والقيم والف... وال... النفسيه والفلسفيه وقيم اخرى مثل متطلبات ال... الاستدامه والتقنيات ومجالات الاخرى ذات الصله. وبطبيعه الحال بانه العماره هي عباره عن تخصص مشترك مع التخصصات الاخرى يعني هو ليس علم قائم بحد ذاته انما هو علم مشترك لانه يشترك مع اغلب العلوم في عده جوانب عموما عندما نتحدث عن التعليم المعماري يجب علينا ذكر الباوهاوس اعتقد اغلب اساتذتنا واخوتنا على معرفه بهذه المدرسه الواقع حالنا لانه الباوهاوس يعني هي تاسست قبل 100 عام بالضبط اكثر من 100 عام في عام 1919 على يد المهندس المعماري والتر غروبيوس في مدينه فايمر الالمانيه. اسسها ووضع اساسيات التدريس المعماري ونحن لحد الان اغلب مدارسنا العماريه طبعا على مستوى العالم هي تتبع نفس النموذج الذي اسسه والتر غروبيوس منذ اكثر من 100 عام. في المقابل هناك مؤسسه ريبه او رويال Institute اوف بريتش اركيتكت اللي هي اساسا اسست قبل الباوهاوس بكثير في عام 1834 واول مؤسسه اعتقد معماريه او اكيد اول مؤسسه معماريه كان هدمها او هدفها الاساس هو تعريف العالم بدور المعماري تعريف طبعا المملكه المتحده او الناس بدور المعماري اولا وتنظيم العلاقات بين المعماريين والمعماريين والتخصصات الاخرى وتنظيم اسس الجامعات عموما وفق لتقرير تم اعداده للريبه في المملكه المتحده فان المدارس المعماريه المعتمده من قبل ريمه من قبل عفوا ريبه هي التي تعتمد على استوديو التصميم بنسبه 50% يعني نصف الوقت للتدريس هو خاضع لاستوديو التصميم والنصف الآخر أو أقل من نصف بقليل هي للوحدات القائمة على المحاضرات طبعا في المملكة المتحدة أغلب المدارس المعمارية يجب أن تستحصل على اعتمادية من قبل ريبة هذه الاعتمادية تتجدد كل خمس سنوات طبعا اكو مؤسسه الاي ار بي اللي هي Architectural Registration Board ايضا هن مؤسسات يعني خاصه بالتعليم المعماري عموما فنتيجة لذلك أصبح استوديو التصميم هو القلب النابض لعملية التعليم المعماري وهو أساس التعليم المعماري حيث يكرس الطالب أكثر وقته وطاقته الأكاديمية للتعلم في خلال هذا الاستوديو ويكون النقد يحصل على النقد أو يحصل على ويقضي وقته في هذا الاستوديو التصميمي طبعا يصل مراحل انه النوم والاكل في هذا الاستوديو والحقيقه يعني انا كنت اتخيل انه هذا الوضع فقط في بلداننا العربيه او على الاقل في العراق ولكن شفت لانه وضع الطالب المعماري في كل دول العالم هو نفس وضعه في دولنا فالطالب يقضي معظم وقته بالاستوديو و يعني أيام ممكن يبقى أيام في الاستوديو دون الرجوع إلى المنزل، عموماً فخلال استوديو التصميم يقدم الأستاذ، طبعاً الأستاذ في استوديو التصميم يدعى Instructor or Tutor بالغالب يكون معماري وبعض الأحيان حسب المشاريع قد يكون مهندس من تخصصات أخرى أو بتخصص اخر تماما او تخصصات مرتبطه كتخصصات التاريخ او الفلسفه او علم النفس او التخصصات الصحيه فخلال ال الستوري التصميم يقدم الاستاذ ملاحظاته بصوره مباشره للطلاب هذه العمليه تعرف بعمليه النقد او الكريت او الكريتيكس طبعا بالعاده تكون هذه العمليه عمليه فيس تو فيس وجه لوجه عمليه فرديه وتفضل هذه العمليه الفرديه بالغالب على النقد الجماعي ولكن في بعض الاحيان بسبب ضيق الوقت او بسبب عدد الطلاب اللي يعني حاجه الى النقد او بسبب لانه التصميم في مراحل اوليه يخضع او يعمل اساتذه على عمليه عملية نقد تدعى النقد الجماعي خاصة في مراحل التصميم الأولى عندما يكون الطلبة بحاجة إلى فهم المشروع ولديهم مشتركات من المعلومات أو بحاجة إلى معلومات كلهم بنفس المستوى يوجد كتاب يدعى كريتس هذا الكتاب طبعا انصح جميع اللي يعني مهتمين في مجال النقد هو كتاب صغير يعني لا يتجاوز اعتقد 130 او 140 صفحه معظمه كاركاتير ويعني و... ولغه انجليزيه بسيطه فيحتوي على معلومات جدا لطيفه حول اهميه الكريتس وكيف وكيف نوجه الطلاب بالاتجاه الصحيح فبالعوده الى استوديو التصميم دائما ما احاول اساتذه التصميم زياده معرفه الطلاب ووعيهم من خلال عده جوانب، الجانب الاهم هو تدريب عين وعقل الطالب على رؤيه وفهم العالم من حوله، فهم العالم بطريقه جديده. الهدف من ذلك هو محاولة إعداد الطالب ليصبح مفكراً نقدياً ومصمماً جيداً ومهندساً مسؤولاً عن اتخاذ قراراته بالنتيجة هو لا يتخذ, التخل... لا يتخذ قرارات اعتباطية ولكن يجب ان يتخذ قرارات مدروسه دائما عند يعني الرجوع الى التصاميم النهائيه وهذا ما اعرف هو موجود في دولنا العربيه ام لا ولكن ما وجدته في المدارس البريطانيه خاصه لانه حتى في مجال التصميم النهائي عند العرض المشروع النهائي يضع الطالب كافة المخططات الأولية وكافة الإجراءات التي اتخذها خلال المراحل الأولية وداعما لقراراته حتى التصاميم اللي تنتهي تماما هو يضعها ي... لل... بالمشروع النهائي او بالاظهار النهائي ليبين كيف وصل الى هذه القرارات. وبعض الاحيان يصل الى انه الطالب يعمل الى عمل مواد الانهاء بنفسه. الغرض من هذه العمليه هو الجعل الطالب مدرك الى انه اي قرار تصميمي يقوم باتخاذه حتى على مستوى المواد الانهاء هو قرار استراتيجي ومهم عليه ان يعرف تبعاته. فبعد يعني هذه النظره الموسعه حول الاستوديو التصميم هي ليس يعني يظهر مبدئيا لأنه استوديو التصميم شيء جميل وشيء رائع ومن يعني ما ماكو حاجه الى تطوير ولكن في الحقيقه هناك الكثير من المحددات والتحديات التي تواجه استوديو التصميم. من هذه التحديات لأنه استوديو التصميم كما أسلفنا أنه قلب التعليم المعماري، وأن استخدام الكمبيوتر لم يغير من هذه البيئة بشكل عميق. غالباً ما يقتصر عملية استخدام الكمبيوتر في حتى في الدول الغربية على الإظهار والرسم كونه سريع ويعطي بعض يعني يعطي شكل حقيقي للمبنى. حيث انه من اواخر الثمانينات نقطه من الماضي اثرت اجهزه الكمبيوتر بشكل واسع على على الممارسه المعماريه ولكن التعليم بقى بعيد عن هذه التطورات الناشئه في بيئه التصميم المعماري. بالمقابل اصبح هناك استياء متزايد من اخفاقات التصميم، طبعا هنا الاخفاق ليس فقط على المستوى الاكاديمي على المستوى التعليمي وانما حتى بعض هذه الاخفاقات اخفاقات عمليه في واقع الحال في الممارسه المعماريه وتعود هذه الاخفاقات يعني بناء على راي العلماء لانه الطبيعه الغير المنسقه لاستديوهات التصميم المعماري والتي اصبحت الشغل الشاغل للاكاديميين والباحثين على مستوى العالم وبالوقت اللي اصبح العالم اكثر تعقيدا ويعني السن... اصبحت ال... التكنولوجيا مؤثره بشكل فظيع في عمليه ال... الممارسه المعماريه والممارسه ال... الهندسية لا زال مدارس المعمارية على مستوى العالم تعتمد نفس الأسلوب القديم الذي أسسه ووتر منذ أكثر من مئة عام وهو استوديو التصميم بهذا الشكل هذا خلق تحدي كبير وبناء على دراسة أجرتها أجرات المعهد التابع لطلاب الهندسة المعمارية أي AI, اي لأن التغيرات في التعليم المعماري لا تتماشى مع العالم اليوم السريع وخاصة المختص في التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا لا سيما في سياق الممارسة المعمارية حيث يجدون أن هناك فجوة كبيرة بين الخريج من الجامعات الأمريكية وبين ما تحتاجه الممارسة المعمارية المساله او الاهم لانه في دورة النقد المباشرة لاستوديو التصميم يحتاج الاستاذ بالعاده الى التركيز الى جوانب مختلفه جوانب متعدده في وقت واحد بناء على متطلبات التصميم. بعض هذه الجوانب قابله للقياس والحوسبه مثل العناصر البيئيه الفيزيائيه عناصر التكلفه او التكلفه او حسابات الوظيفيه وبعضها غير قابل للقياس مثل القيم الثقافيه والجماليه والقيم الفلسفيه والقيم الاخلاقيه المرتبطه بعمليه التصميم. لذا يساعد تقليل الجهد الاستاذ في التركيز على الافاق او القيم القابله للقياس على تعزيز نقد الجوانب غير قابله للقياس. يعني بعباره اخرى اذا اعطينا الحريه للطالب او ضطنا القابليه للمتعلم او للطالب الهندسه المعماريه على اجراء هذه الـ او اتخاذ القرارات المرتبطه بالامور القابله للقياس والحوسبه سنخفف من كاهل والجهد المتطلب من قبل الاستاذ في الاستوديو التصميم، والنتيجة سيكون له الوقت الكافي للتركيز على الامور الغير قابله للقياس، والامور التي من الصعب على الطالب فهمها وادراكها وحده. فيعاد التعليم المعماري كما تعرفون اصعب اشكال التعليم واكثرها تكلفه لانه نحتاج كطلاب معماريين الى الكثير من المواد والكثير من الـ 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 الادوات الخاصه لاظهار اعمالنا طبعا هذا هو السبب الى تسبب في زياده استخدام الطلاب للحاسوب لانه يجدون لانه سهوله الاستخدام سرعه اجراء الرسومات وايضا عدم وجود كلفه بالتعديل والامور وكل الامور ممكن ان ان اخلصها واجريها في بيئه الحاسبه هذا ظل محدد أكثر للباحثين حيث بدأ الباحثين والمختصين في معالجة الحاجة إلى دمج التصميم الرقمي في التعليم المعماري منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي يعني من بداية الألفينات لأنه البرامج بالحقيقة تمكن الطلاب الهندسة المعمارية من تنفيذ تصميمات مشاريعهم بأقل قدر من الوقت والجهد والكلفة. طبعا مع الاخذ بنظر الاعتبار معظم هذه النتائج اكثر فاعليه وواقعيه طبعا هنا اركز فاعليه واقعيه من ناحيه الاظهار مقارنه بالتقنيات النمذجه التقليديه هذه المحددات خلقت لنا تحديات في عمليه الاركتكتشرال في استوديو التصميم كما هو معروف لانه يعتبر انتاج المباني الجيده هو الهدف الرئيسي لعمليه التصميم المعماري وهو الهدف الرئيسي لعمليه التعليم المعماري ويتفق اساتذة العمارة على ان عملية التعليم مهمة للغاية هي التي تنتج معماري جيد ومميز او معماري سيء هي بالنتيجة سينتج عندنا معماري ولكن النتاج يختلف بين معماري واخر وان الطريقة التي اتعلم بها هؤلاء الطلبة هي مفتاح تحسين التعليم مفتاح تحسين النتاج بالنهايه. فادى التطور السريع للتقنيات الرقميه لا خلق تحديات ضخمه في علم التربيه المعماريه، طبعا هو ليس فقط في علم التربيه المعماري في كل علوم في علم التربيه في كل مجالات الهندسيه الاخرى او حتى علم التربيه في الدراسات الاوليه. طبعا في بالخصوص في علم التربيه المعماريه هو صعوبات الحفاظ على المهارات التقليديه الاساسيه مقارنه بالمهارات الرقميه الموجوده حاليا النقطه الاهم اللي ما اللي يفتقدها الطالب عند استخدامه للتكنولوجيا الرقميه هو عدم معرفته كيف تساعد هذه البرامج على ان يصبحوا معماري افضل، على ساعدته على اتخاذ قرارات تصميميه افضل، على ساعدته على الابداع الخلق والابداع، لهذا اغلب الاساتذه واغلب الاكاديميين يعتبرون انه عمليه استخدام الحاسوب هي تقيد ابداع الطالب مقارنه بالادوات الرقميه او عفوا مقارنه بالادوات التقليديه. أو بالمثل فإن التحدي الآخر اليوم اللي يواجهه طلبة الهندسة المعمارية أو حتى المهندسين المعماريين إن أنه فهم جوانب متطلبات التصميم حاليا أصبحت أكثر تعقيدا من قبل 20 سنة، أصبح الآن الطالب مطالب أنه يفهم الديزاين بريف أو المتطلبات التصميم اللي هي بعض الأحيان يعتقد من عندها بعضها جوانب متناقضة. خاصة إن الان اصبحت مفاهيم مثل مفهوم الاستدامة، مفهوم الصحة، مفهوم الامان، الكثير من المفاهيم اصبحت مت... ضمن متطلبات الديزاين بريف، فاصبح دور الاستاذ مهم ويشكل تح... تحدي حقيقي في تحقيق التوازن بين اعطاء الحرية والاستقلالية الفردية للطالب وللمتعلم وبنفس الوقت توفير تفسير نقدي لهذه المعلومات واعطائه فهم كافي ووافي لهذه البيانات اللي موجودة حتى لا تكون هذه البيانات متناقضة في نظر الطالب الآن ينقلنا هذا إلى المرحلة الأخرى أو الجزء الآخر اللي هو التقنيات الرقمية وأثرها في في العمارة طبعاً عندما نتحدث على التقنيات الرقمية يجب المرور ولو بشكل سريع على مفهوم الديجيتال نيتيف والديجيتال المواطنون الرقميون او المهاجرون الرقميون طبعا هو مصطلح يطلق على جيلين في بعض الاحيان يوصف هذا 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 الجيلين على انهم جيلين متصعين لهم اهتمامات مختلفه لهم قابليات مختلفه حقيقه يعني الـ هذا الـ هذا الامر موجود فعلا في في التصرفات بين هذا الجيلين فعند عندما عند الحديث عن عن المفهوم او او المواطنين الرقميون والمهاجرون الرقميون يجب الاشاره الى متى يعني من هم المواطنون الرقميون ومن هم المواطن المهاجرون الرقميون طبعا برينسكي يشير لانه المهاجرون الرقميون هم الناس اللي ولدوا او المواطنون اللي ولدوا في ما بعد عام 1980 الى عام 1993 طبعا عذرا للمواليد اذا موجودين مواليد قبل هذا العام لأنه يصفهم بالايتام الرقميه طبعا مع الاعتذار هذا مو وصفي هذا وصف الكاتب برينسكي هو ليس هو وحده يتبنى هذا الرقم. بالرغم من أنه وجود كثير من الدلال على أنه مواليد قبل 1980 هم أكثر جرأة وأكثر قوة بالتقنيات الرقمية والشواهد كثيرة عموماً. أما الجيل الآخر هو الديجيتال نيتيف اللي هم مواليد بعد 2000 وبعض الدراسات تشير أنهم هم المواليد اللي انولدوا بعد عام 1993. هم المواطنون الرقميون اللي انولدوا ووجدوا التقنيات الرقمية بالصورة واسعة اه يتم استخدامها بصورة واسعة في بيوتهم أو بلدانهم طبعا دراسات تشير الى انه مواليد ما بعد 2000 او 2010 يدعون بالزي جنريشن والهم الاطفال او الان هم كبار يعني بالتاكيد اه اللي انولدوا وهم مولودين مع حب لاستخدام هذه التكنولوجيا عموما حتى نتحدث عن الـ عن الديجيتال نيتيفز والديجيتال هو ليس شخص يعني رقمي 100% انما هو شخص ولد في بيئه رقميه والكثير من الدراسات والكاريكاتيرز يعني تحاول دائما لانه توفق بين هذه الجيلين او تجد قاعده مشتركه ولكن اللطيف في هذا الجيل الجديد لانه عمليه استحصال المعلومه لو نشوف الكاريكاتير اللي موجود على يسار اسفل الشاشه لأن الأم تسأل الأبن ما نوع الطائر فبسهولة الأبن يأخذ صورة إلى الطائر ويعرف نوع الطائر وصنفه وكافة الأمور وعمره وكافة المعلومات المتخصصة في هذا الطائر فأصبح استحصال المعلومة بالنسبة للمواطنون الرقميون استحصالها للمعلومة أصبح جدا سهل وسريع دون التعب وبالنتيجة أصبحت معلوماتهم أكثر وهذه حقيقه لا يمكن اغفالها. لكن بالرغم من ذلك ادى الافتراض الى وجود هذا ال عفوا الطلاب الرقميون او المواطنون الرقميون وجود هذه الفرضيه ادى الى انه الاساتذه يعتقدون انه يحتاج هذا الطالب او هذا الشخص الى تعليم في شان التكنولوجيا الرقميه لو مثل ما انه هو مولود في هذه الفتره بالنتيجة أنا ما داعي ماكو آه لا يوجد سبب لتضيعة الوقت في تعليم التكنولوجيا لأنه هو قد يكون أفضل مني أنا كأستاذ فهذا أدى إلى عدم إعطاء العديد من الطلاب التعليمات المناسبة في استخدام التكنولوجيا الرقمية وأدواتها وبالنتيجة خلق لدينا آه أيضا أيتام الرقميين يعني الأيتام الرقميين ليس فقط هم من, من ولدوا في قبل عام 1980 في نظر برنسكي <applause> عند ايضا هم الطلاب اللي ولدوا في العصر التكنولوجيا الرقميه ولكن يفتقرون الى وجود نموذج للنسخ، نموذج صحيح هم ولدوا في هذه الفتره يعرفون استخدام التكنولوجيا ولكن لا يعرفون استخدامها بالطرق الصحيحه وخاصه من ناحيه استخدامها في دراستهم والدراسه المعماريه بشكل خاص. لذا علينا ان نتاكد ونحرص على خلق الديجيتال وزدم او الحكمه الرقميه. بما انه وصلنا الى مساله الحكمه الرقميه وذكرنا على الانفورميشن المعلومات وعلى الديتا البيانات دائما ما ارتبط مفهوم الديتا والانفورميشن البيانات والـ والمعلومات بالحاسبه والتكنولوجيا الرقميه في واقع الحال الديتا والانفورميشن البيانات والمعلومات هي في الاساس منذ الخليقه يعني تكونت معنا عندما نتحدث عن البيانات هي اي ارقام اي صور اي اشكال اي شيء هو موجود في عالمنا ليس بالضروره ان يكون ضمن البيئه الرقميه او بيئه الحاسوب عندما نقوم بتصنيع هذه البيانات بناء على معطيات اخرى تصبح هذه البيانات معلومات بالنسبه لنا عند خلق علاقات بين هذه المعلومات وتشكيل ترابط منطقي منهجي بين هذه المعلومات تصبح لدينا معرفه بهذه المعلومات بناء على هذه البيانات. هذه المعرفه قد تشكل لدينا بصيره او او رؤيه اذا اصبحنا عند خلق علاقات بين امور كان من الصعب علينا ادراكها سابقا او ك... نتوقع لانه هذه الامور غير مرتبطه وبالنتيجه يصبح أن الحكمه في ربط هذين الامرين وللوهله الاولى عندما النظر لهذا الامر قد لا يكون بينهما ترابط قد يعني يتبادل الاذهان انه هذا المثال قد يكون مثال صعب الفهم ولكن ساركز في السلايد القادم لانه على البيانات والمعلومات والنولج او المعرفه. نفرض بعد انتهاء المحاضره جئت الى الموبايل فتحت الفيسبوك لغرض الاطلاع على الاخبار او معرفه عدد اللايكات اللي حصلت عليها المحاضره والكومنتات وعدد المشاهدات. خلال الاطلاع على المحاضره وجدت هذه عفوا على الفيسبوك وجدت هذه الصوره اللي هي عباره عن معلومات او اللي هي خلال الفيسبوك بها معلومات بها اسم شخص صوره الشخص قبل كم ساعه في اي مكان فهذه مجرد بيانات حاليا هذه البيانات تتحول الى معلومات عند ربطها انه استاذ عمر سليم قبل ساعتين من الان موجود كان موجود في المتحف الوطني القطري والكثير من اصدقاء عملوا لايك واحد الاصدقاء عمل كومنت للأخوة الذين لا يعرفون سال عمر سليم هو مؤسس بيم عربية وهو صاحب هذه المبادرة اللطيفة ولي الشرف دائما بالتواصل معه فلحد الآن هذه معلومات بناء على بيانات الآن شلون أنتقل للمعرفة المعرفة اللي صارت عندي إلى أنه أنا ساعة بعد ساعتين من الآن عند يعني دخولي الفيسبوك ايقنت له أنه قبل ساعتين من من دخولي للفيسبوك انه استاذ عمر لم يكن في المحاضره اللي هو مسؤول عنها فأنه أستاذ عمر كان موجود في المتحف الوطني قبل ساعتين والنتيجه أنه, انه, الشخص اللي سمح لي بالدخول واللي عرفني قد يكون مستاذ استاذ عمر فاصبحت عندي الان معرفه بهذا الامر اعتذر استاذ عمر ل لي... 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 يعني استخدام هذا المثل عموما ارجو أن... ان يعني ما يكون آ... باساءه نكمل عموما فال... ما هي الحاجات الحاليه وال... والمستقبليه في التعليم المعماري؟ التعليم المعماري الحاجه المستقبليه ان مستقبل التعليم المعماري في طليعه النقاشات دائما حول التربيه المعماريه بالنظر الى انتشار التعليم القائم على الكمبيوتر والحوسبه في التخصصات المتعلقه بالبناء خاصه والتخصصات الهندسيه طبعا الكثير من التخصصات الهندسيه الان تركز بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا لعده اسباب اهم هذه الاسباب لان التكلفه تصبح اقل سرعة, سرعه في الانجاز ودقه بالانجاز ايضا ودقه بالمشاريع. فشهد التعليم المعماري ايضا قدر متزايد من التقنيات الرقميه خلال السنوات الاخيره خاصه في استديوهات التصميم ولكن هذا القدر لا زال لا يلبي الطموح في عمليه استديوهات التصميم. لذا اصبحت الحاجه الى خلق نموذج متخصص في في العماره الرقميه او العماره استوديو التصميم اصبحت حاجه فعليه. من خلال ذلك لاحظ العديد من العلماء انه بالرغم من انه المعماريين لدينا لديهم وعي كافي وكبير باهميه الاداء لتصميماتهم، لكن لحد الان بالرغم من وجود هذا الوعي لانهم غير قادرين على استخدام ادوات التحسين والمحاكاه اللي هي اند تولز بسبب طبيعه التربيه المعماريه بسبب طبيعه طريقه التدريس اللي تربوا عليها خلال دراستهم طبعا ولا سيما في بيئه الاستوديو اللي تعلموا فيها لذلك فهم بالعاده المعماريين يعتمدون على قواعد التجربه والما يعتبروه من البديهيات والمسلمات او ما يعرف بالرول اوف ثامس واستراتيجيات تصميم خاصه التصميم الباسيف ديزاين لمحاوله تحقيق متطلبات تصميم المباني بناء على يعني معتقدات ثابته في نظرهم. لذلك يعني هذه كونت ان مشكله يعني تكمن المشكله الاساسيه في فهم كيف ومتى يتم تدريس تكنولوجيا الحوسبه الرقميه فيما يتعلق بمهارات التصميم الاساسيه. طبعا هي ليس فقط كيف ومتى لأنه ما هي هذه المهارات وكيف يتم استخدامها بالطريقه الصحيحه وليس كيف يتم استخدامها من النظريه التقنيه ويبقى الاهم انه مواكبه التطورات السريعه للتقنيات الرقميه مع تجنب تدريس البرامج المعماريه لذاتها يعني, يعني الفكره هي انشاء معرفه رقميه وليست انشاء معرفه ببرنامج رقمي محدد. وبالتالي الحفاظ على التركيز على المهارات المفيده بالفعل المهارات اللي ناتجه عن التكنولوجيا الرقميه بالفعل وذات الصله بالممارسه المعماريه الحديثه طبعا نحن نتحدث عن الـ 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 استوديوهات التصميم والمشاكل الموجوده هنا هي ترى مشكله عالميه حيث لا يزال تدريس مناهج البرامجية ضمن مناهج منفصله عن ويتم تصويرها كواقع منفصل للاستوديو التصميم حيث يتعلم الطلاب برامجيات وطرق التكنولوجيا الرقميه في دروس مختلفه وثم يذهبون الى التصميم المعماري او الاستوديوهات التصميم ويجدون مشاكل مختلفه عما تعلموه فيه. يرجع ذلك الى سوء فهم الاهميه التعليميه للادوات الرقميه والمهارات ذات الصله فأصبح من الضروري بشكل عاجل إعادة تحديد الأهداف التربوية المرتبطة بالهندسة المعمارية والتكنولوجيا. وتقديم حلول عملية للطلاب المبتدئين الذين ليس لديهم معرفة كافية بالتقنيات الرقمية وكيف وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح. هذا وجهنا إلى تحديد مشكلة جذرية هي كيف يمكن لعلم التربية المعمارية مواكبة السياق التكنولوجي المتغير. لتقديم مساهمات جديدة من الانضباط من الانضباط من ناحية التصميم المعماري وكذلك تلبية الاحتياجات الصناعية المستقبلية نقصد الصناعية المستقبلية صناعة البناء الكونستراكشن أو الممارسة المعمارية الـ architectural practice بناء على هذه الاحتياجات والمحددات الحالية والمستقبلية هناك دراسة حالة في انا اشرت سابقا لانه مؤسسه الريبا ار بي اي دائما ما تقوم بتقييم اداء الجامعات وهذا التقييم كل خمس سنوات. في تقرير عدته يعني في عام 2015 التقرير يشير الى انه منذ عام 2008 هذا التقرير في عام 2018 انخفضت الحاجه الى الخدمات المعماريه التقليديه في المملكه المتحده بنسبه 40%. يعني هم مع الحفاظ على عدد الـ يعني الـ الحاجه بقت الحاجه الفعليه للمعماريين نفس العدد ولكن الحاجه للمعماريين بالمهارات التقليديه انخفضت بنسبه 40% لذلك خلال عادة اعتماديتهم لليفربول ليفربول سكول اوف أركيتكتشر مدرسه العماره في جامعه ليفربول كان اهم توصياتهم لانه زياده طبعا هو عاد اعتماديه المدرسه ومع مع بعض الملاحظات كان اهم ملاحظه عندهم لانه يجب على المراحل المنتهيه طبعا المراحل المنتهيه هنا المرحله الثالثه تعتبر مرحله منتهيه في مرحله البارت 1 ريبا بارت 1 والمرحله الخامسه اللي هي ايضا تعتبر مرحله منتهيه ريبا بارت 2 او الماستر اوف اركتكتشر عموما فكانت التوصيات لانه يجب ان يكون هناك تحديث للمناهج بخصوص استخدام التكنولوجيا الرقميه المواكبه او المصاحبه لعمليات التحليل البيئي وبالفعل تم الطلب مني في اجراء في عمل تجربه لمحاوله تطبيقها في عام في السنه الاكاديميه القادمه اللي هي حاليا يعني في سنة الأكاديمية 2021 ولكن طلب مني في السمستر الثاني من العام الماضي أنه المساعدة في مثل هذا الأمر، بالفعل ساهمت مع استوديو تصميم مكون من 30 طالب في محاولة لفهم أهمية هذه الأدوات الرقمية في المساعدة على اتخاذ القرارات التصميمية المهمة المتعلقة بالجانب البيئي. نبذة سريعة حول المشروع هو المشروع عبارة عن منطقة أثرية بقايا لأبنية أثرية المطلوب من الطلاب هو عمل مجمع سياحي مكون من مناطق ترفيهية جمع ترفيهي مع فندق وللطالب حرية اختيار الشكل والارتفاع والأمور الأخرى كان الأمر أنه في بداياته المثال المعروض للحضراتكم الان احد اعمال احد الطلبه اللي هو الطالب اختار لانه يكون الشكل العام هو شكل كيرف مع تدرجات وكان هو محدد الكيرفيتشر لانه نسبه الكيرفيتشر اللي موجوده نسبه الانحناء في الكيرف وارتفاع وعدد التدرجات ومن خلال البرنامج تم عمل اوبتمايزيشن لهذه المقترحات لمعرفة أفضل مقترح من بين هذه المقترحات المثال الآخر أيضا لأحد الطلبة اللي هو أرتان يكون تصميمه غير شكل لأنه, لأنه تصميم يكون اعتيادي ولكن بزاوية 70 درجة هناك أعطى حرية لتدوير المبنى أو الأورينتيشن توجيه المبنى بسبعين درجة مع وجود اختلاف في المستوى السقف للأسف بعد أسبوعين من بدء هذه التجربة مع الطلاب وسبب الوباء بسبب الوباء اضطرت المملكة المتحدة إلى عمل الحظر الكامل وانتهاء التدريس وبالنتيجه يعني لم نستطع اكمال هذه التجربه وكان من المفروض انه نشوف اثرها في اتخاذ قرارات تصميم للطلاب على مدى سمستر كامل على مدى فصل دراسي كامل ومعرفه لا اي مدى يمكن هذه الادوات ان تقوم بدعم الطلاب في اتخاذ القرارات التصميميه نامل ان شاء الله في يعني في المستقبل ان تصنع الفرصه لاعاده هذه التجربه بصوره كامله لفصل دراسي كامل عموما الجزء الاخر من محاضرتنا الان اللي هو مجموعه من المقترحات والنصائح طبعا هذه المقترحات والنصائح هي مقترحات بناء على دراسات سابقه بناء على رؤيه خاصه فهي مجرد مقترحات هذه المقترحات وصلت جزئين مقترحات الى اساتذتي وزملائي التدريسيين وخاصه التدريسيين الذين يمارسون عملهم في استوديو التصميم. النصيحه الاولى هو يجب اعطاء الحريه الكامله للطالب في اختيار الادوات الرقميه مع التركيز على المعرفه الرقميه والمعرفه الرقميه المعتمده على ماذا ولماذا ومتى وكيف؟ طبعا ماذا اقصد بها ما هي الادوات اللي نريد نستخدمها؟ ولماذا بالذات هذه الادوات ليس الادوات التكنولوجيه او الادوات انا يعني اقصد السوفت الموجوده او البرامجيات اللي موجوده ومتى اين يمكن استخدام هذه الادوات اين آه عفوا آه متى يمكن استخدامها آه بالوقت الصحيح اي وقت ممكن نستخدمها هل في اي اداه نستخدمها ادوات نستخدمها في مراحل اوليه غير نافعة في مراحل نهائية وأدوات نستخدمها في مراحل نهائية هي غير فعالة في مراحل أولية من التصميم وكيف نقصد بها ليس كيف من ناحية تقنية ولا أنما كيف نستخدمها بالطريقة الصحيحة بال... 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 نقول بطاقتها الكاملة لهذه البرامج وليس فقط لغرض الإظهار وال... والرسم هذا بالنتيجه يؤدي الى جعل المعرفه الرقميه ديجيتال معرفه مرتبطه بالتصميم لتصبح معرفه تكامليه وليست اداه داعمه مثل ما يحدث الان في استوديوهات التصميم. الامر الاخر لانه الكثير من اساتذتنا يعرفون لانه الطلاب عندما يتعلم البرامج المعماريه في بيئه في بيئه استوديو التصميم يكون تعلم اكثر فاعليه اكثر فعاليه من تعلمها من خلال الدورات لانه يكون معرض الى مشاكل تصميم حقيقيه بالنتيجه يقوم باستخدام بس هذه البرامج بما يحتاجه فعلا وليس بما يحتاجه الكورس التعليمي. الكورسات التعليميه هناك واجبات محدده تنفصل او غير مرتبطه بالاستوديو التصميمي ودائما ما الاستوديو التصميمي يكون له برامج خاصه يكون له مشاكل متعدده الاوجه بالعاده بال, بال الدورات المتخصصة بالبرامج تكون النماذج هي نماذج محددة لغرض التعليم ولكن عندما نستخدم هذه البرامج في استوديوهات التصميم يصبح لدينا عمل واقعي وفعلي لآلية استخدام هذه البرامج لذلك يجب على اساتذه ومدربي الكمبيوتر architecture ايد ديزاين بالاضافه الى الرقميه الاخرى بمناسبة ذكر الكمبيوتر ايد ديزاين الكمبيوتر ديزاين الان في في الدول الغربيه والدول المتقدمه تعتبر الكاد هي ادوات رقميه متخلفه الان اصبح الكاد يعتبر اداه تقليديه بغض النظر على الادوات التقليديه الاخرى، اصبحت الان نظر الى الادوات الفعليه حاليا هي البيم استراتيجي او البي اي ام تكنولوجي، كمبيوتيشنال ديزاين اللي هو يضم البارامتريك ديزاين، الالغورثمك ديزاين وغيرها. كذلك التقنيات المرتبطه بالماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنت الذكاء الصناعي او العمليات البرمجه وغيرها من الامور. عموما فيجب على أساتذة ومدربي البرامج المعمارية دعم الطلاب لمعرفة كيفية استخدام هذه الأدوات بشكل خلاق بشكل كرياتيف والاستفادة منها في تعزيز إمكانيات الطلاب تعزيز الإمكانيات الخاصة باتخاذ القرارات التصميمية وليس فقط باستخدامها بعمليات الرسم والإظهار وبالنتيجة أن يكون لدينا طالب له القابلية على اتخاذ قرارات تصميمية باعتماد على التكنولوجيا ومن المهم ايضا لانه على المربين المعماريين التمييز بعنايه بين الكشف عن النموذج او ما يدعى بالهيورستيك اوف ذا فورم والكشف عن الطريقه اللي هو هيورستيك اوف ذا ميثود يعني الفكره الان في بين هذا الكشف عن النموذج والكشف عن الطريقه المقصود بها لانه انا يعني يا اما اعطي الطالب طريقه لعمل اقول له اعمل لي بنايه تشبه بنايه زها حديد او لا أعلم كيف ولماذا وصلت زواء حديد لهذا النموذج او المعماري الفلاني لهذا النموذج؟ بالحاله الاولى انا سانت يعني النتيجه من الحاله الاولى لأنه سانتج معماري نسخه وينتج نسخ من مباني زواء حديد، ولكن في الحاله الثانيه انا سانتج معماري اخر فهم الطريقه وبالنتيجه سينتج لي بنايات ذات بعد اخر وبنتاجات اخرى، الطريقه هي الاهم. وليس النتاج النهائي هذا يساعد في إنشاء علاقة تكافلية بين المهندس المعماري والأدوات الرقمية وهذه العلاقة ستكون يعني علاقة رابطية مهمة وهو أهم من مسألة الأظهار والرسم لذلك من الضروري إعادة النظر في الدور التدريسي طبعا أنا أتحدث عن دور التدريسي في استوديو التصميم وليس دور التدريسي في المحاضرات النظرية الأخرى ليصبح دوره توجيهيا وافشاديا في الجوانب المتعلقه بالمعرفه الرقميه يعني هنا اخصص الجوانب المتعلقه بالمعرفه الرقميه وليس الجوانب المتعلقه بعمليات التصميم يعني يصبح لانه مهمه الارشاد لانه خلينا نكون واقعيين لانه في بعض الاحيان او الان في الوقت الحالي اتخيل انه الكثير من طلبه العماره هم على معرفه بالادوات الرقميه بالتقنيات الرقميه اكثر من بعض الاساتذه الموجودين باستوديو التصميم لهذا يكون دور الأستاذ هنا دور جدا مهم وحرج في توجيه الطالب بكيفية استخدامها بالطريقة الصحيحة وليس استخدامها من ناحية التقنية والفنية أو التقنية فقط وإنما من الناحية الفنية وبالنتيجة التحفيز دام على خلق معرفة تصميم رقمية من خلال المساعدة على فهم أهمية هذه الأدوات في اتخاذ القرارات التصميمية المعقدة ويجب ان لا ننسى يعني لانه مجال الانترنت والتعلم الذاتي مفتوح امام الجميع، يعني أنا حتى عندما يعني عندما افرض على الطالب تعلم برنامج معين فانا بالنتيجه ما راح اسيطر عليه وبالنتيجه سيرجع الى منزله او الى البيت و... والانترنت مفتوح امامه ويعتقد لانه لانه انا يجب علي ان اتعلم غير اداه. بالنتيجه اذا ما فهمت الطالب لانه اهميه تعلم الاداه وكيفيه تعلم الاداه بالطريقه الصحيحه سيذهب الى اداه اخرى وتعلمها بطريقه خاطئه وبالنتيجه ما حصلنا على طالب ذو معرفه رقميه جيده. وعلينا يعني التاكيد على انه دائما الخطوات او العمليات او البروسس القديمه ما راح تؤدينا الى الى نتائج مماثله وانما علينا اذا هدفنا الى اخراج نتائج مختلفه علينا دائما تغيير من الطرق القديمه وحاليا الطرق الحاليه اللي موجوده عندنا طرق تقليديه اذا علينا دائما الاستثمار في الطرق الحديثه لانه واقع حال الطالب عندما يتخرج هو في معركه مع الحياه في معركه مع ايجاد فرص عمل، ودائما بذكر المعركه دائما امثل انه عمليه التعليم المعماري في الوقت الحالي هي اشبه اذا اردنا الالتزام بالتعليمات أو بالادوات التقليديه السابقه هي اشبه بتدريبهم بادوات بالحر... ادوات الحرب القديمه، طبعا كثير من الدراسات تشير الى انه الجيوش السابقه هي اكثر من الجيوش الحاليه هي اكثر شجاعه اكثر جراه اكثر اقدام من الجيوش الحاليه ولكن هل من المنطقي لانه انا ادرب الجيوش الحاليه بتدريب مثل التدريب السابقه هذا الامر يعني اعتقد اجابه واضحه للجميع ومناسبه هذا هذا المثال هناك دراسات هناك موقع دائما يبحث على الدراسات بالجوانب العسكرية الموقع اسمه بنكوفس باتل جراوندز يشير إلى أنه 43 جندي من المارينز بسلاح بسيط أسلحة خفيفة دون الأسلحة الثقيلة بدون أسلحة ثقيلة قادر على هزيمة أكثر من جيش مكون من أكثر من 5000 جندي طبعا جيش روماني مدرب ب باحدث يعني باقصى تدريب ما احدث تكنولوجيا في وقتها فالان نفس الحاله الان اذا درب الطالب على ادوات رقميه يعني عفوا على ادوات تقليديه بالنتيجه لانه عندما يواجه المجتمع او عندما يواجه سوق العمل فمن من الصعب عليه مواكبه هذا العمل يعني الا اذا حاول تغيير الطريقه اللي تعلم بها وبالنتيجه خساره جهد سنوات عده خلال الكليه او الجامعه. الان النصائح اللي تخص الزملاء وزملاء المستقبل ان شاء الله الطلبه يعني القلم القلم القلم. بالرغم من أنه المحاضرة هي حول التكنولوجيا الرقمية ولكن لا زال القلم هو أفضل أداة للمعماري خاصة في مراحل التصميم الأولى لا توجد لحد الان اداه رقميه تماثل القلم في عمليات التصميم والسكتشنج والدليل على ذلك ان الكثير من التكنولوجيا الان الرقميه بدات باعاده استخدام القلم في عمليات الرسم والتصميم لاهميه معرفتهم باهميه الرسم بهذه الطريقه. الملاحظة أو النصيحة الأخرى لأن هناك برامج مختلفة وبرامج متنوعة في العالم لا تعتمد على نصائح يعني محددة حول البرامج أو أنه سمعت أنه صديقك يعمل في برنامج معدد أو لأنه محدد او سوق العمل يتطلب برنامج محدد، انما عليك استكشاف هذه البرامج، معرفه هذه البرامج لانه كل برنامج يختلف عن البرنامج الاخر في عمليه التعلم، كل برنامج له مميزات وله قابليات وله اساليب مختلفه في في اظهار العمل وفي اقصد اظهار العمل في الانتاج النهائي يعني للعمل. و الاهم من ذلك ان تصبح المعرفه الرقميه للطالب اكثر ديمومة عندما تتعلم برنامج اثناء استخدامها في استوديو التصميم وبمناسبه الذكر المعرفه الرقميه والحزم البرامج في لقاءات متعدده مع ديزاين ليد اللي هم المصممين الرئيسيين في مكتب زها حديد او مكتب نورما فوستر دائما ما كان الذكر لانه عندما يقومون بتوظيف مهندس معماري لا ينظرون الى البرنامج الذي يجيده انما دائما ينظرون الى الديجيتال نولج الى المعرفه الرقميه التي يتحملها فهم بنظرهم لانه اذا كان لديه معرفه جيده رقميه سيكون من السهل تعليمه اي برنامج افضل مما ياتيهم مهندس معماري بمعرفه رقميه او عفوا بمعرفه ببرنامج محدد معرفه جدا عاليه فبالنتيجه عندما ينتهي هذا البرنامج او تنتهي فعاليته على مستوى الممارسه المعماريه يكون من الصعب عليه التحول الى برنامج اخر لذا دائما هم ينظرون الى الموظف او المعماري ذو المعرفه الرقميه الجيده لانه يشعرون لانه هو ادابتبل او متكيف مع كافه التقنيات وقابل على تطويره ذاته النصيحه الاهم فيما يخص يعني حتى ليس فقط للطلبه الحاليين وانما حتى في المعماريين الناشئين تعلم الكودينج والبروجرامينج والبرمجه يعني البرمجه ليست فقط البرمجه للاعتياد وانما اقصد برمجه البرامج المعماريه لانه المستقبل سيكون لهذه الطريقه الفكره من البرمجه طبعا انا واحد الناس كنت ضد هذه الفكره لحد ما قرأت عن البرمجة وافتهمت البرمجة البرمجة تتيح للمعماري لأنه هو يبرمج البرنامج يبرمج ما يريد الوصول إليه وبالنتيجة يصبح هو المسيطر على البرنامج الكثير من الأحيان قد نكون واقعيين لأنه وهذا على مستوى العالم لأنه المعماريين في بعض الأحيان نصمم ما نستطيع رسمه البرنامج يتيح لنا قابلية تشكيل شكل معين بهذه الطريقة أو أنا أعرف تشكيل هذا الشكل بطريقة معينة في هذا البرنامج مختلف المسميات فدائما يحصرنا في اتجاه معين ولكن عندما نتعلم البرمجة والسكريبتينغ الخاصة بهذه البرامج نتخلص من هذا الإطار وبالنتيجة نحن نكون مسيطرين على البرنامج النصيحة الأخرى هو الإطلاع على تطبيقات الذكاء الصناعي والارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج لانه المستقبل القادم خلال العشر سنوات القادمه اعتقد او اقل ممكن ان يعني الارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي سيكون استخدامها واسع في العماره و يعني باعتقادي يعني وبناء على المعطيات يعني ليس باعتقادي الشخصي هو جاي من اعتقاد شخصي فقط وانما قراءه مقالات لانه في عام 2040 الى عام 2050 ستتغير الممارسه المعماريه يعني بنسبه 90 الى 95% في يعني الممارسه المعماريه بشكلها الحالي بالنهايه يعني لانه علينا التوقف الى النظر الى الادوات الرقميه كانها ضد التقنيات التقليدية والعكس وعلينا التوقف إلى النظر لأنهم يعملون واحد عكس الآخر خاصة في مجال التعليم المعماري لذا الأفضل إلى النظر إلى الأدوات الرقمية والأدوات التقليدية كأنما هم عنصرين أساسيين مهمين في تشكيل الهيئة الجديدة أو الشكل الجديد للعمارة أو التعليم المعماري بشكل الحديث ولا ننسى لأنه قول البروفيسور الياباني الى انه المنتج الاساس للعمليه التعليميه او للجامعات او نخصصها اكثر للمدارس المعماريه هو الخريج لذا علينا التاكد إن انه خريج الجامعه المعمار... المدرسه المعماريه عفوا او الكليات المعماره هو خريج مؤهل بدرجه عاليه للعمل في مباشره اكيد هناك حاجه الى تطوير مستمر ولكن الأهم من ذلك هو أن يكون المنتج مؤهل بنسبة كبيرة الجزء الأخير من المحاضرة أعتقد تجاوزت الساعة ولكن من خلال لأنه الموضوع هذا أثار كثير من التساؤلات طبعا التساؤلات هي تساؤلات الخاصة وتساؤلات أيضا موجودة على مستوى العام هل يوفر تعليم العمارة أو تعليم الهندسة المعمارية الحالي سوق العمل بمهندسين معماريين ماهرين في التقنيات الرقمية هل الآن الخريج المعماري على مستوى المدارس في في دولنا العربية أو على مستوى المدارس في الدول الغربية هل يوفر يعني معماريين مميزين أو جيدين في التقنيات الرقمية هل الممارسة المعمارية بحاجة إلى مهندس معماري جيد متعلم أو مهندس معماري رقمي أو كليهما يعني علينا أن ندرك أنه الحاجة الفعلية خلال قياس الحاجه الفعليه بالنتيجه ندرك ما الحاجه او كيف نقوم بتوجيه الدراسه. السؤال المهم هل يجب ان تتبع مدارس الهندسه المعماريه سوق العمل ام العكس؟ ان تتبع المدارس المعماريه ما تراه مناسبا والنتيجه هي التي توجه سوق العمل بناء على ذلك. هل دور المدارس او مدارس العماره دور تدريبي ام تعليمي؟ طبعا من الاسئله الجدليه هي موجوده ليست فقط ايضا على مستوى دولنا وانما في كافه مدارس العماره. هل سنشهد ظهور فرع معماري جديد متخصص في دراسه تكنولوجيا العماره كما عندنا هندسه معماريه تختلف عن العماره؟ طبعا الكثير من الدراسات تشير الى انه حتى يكون عندنا هندسه معمار او عفوا تكون عندنا عماره بمهتمه بالتكنولوجيا يجب علينا اضافه مواد تكنولوجيه وهذا صراع طبعا كثير لانه معناها يا اما زياده عدد ساعات التدريب والغاء بعض المواد الدراسيه والذي يعتقدها الاساتذه انه لا يمكن الاستغناء عنها وبالنتيجه قد يكون هذا الصراع يؤدي الى ظهور تخصص عماره مختلف تخصص عماره مهتم بالتكنولوجيا بعيد عن العماره التقليديه. لان يعني ماذا يحدث اذا كان هناك برامجيات معماريه جديده غير التي غير تلك التي تدرس في الجامعات يعني نفرض ان الجامعات واعتقد كثير من الجامعات بدات بتدريس برامج معماريه كالريفت او الاركيكاد خلال مناهجها وفي وقتنا كان الاوتوكاد وال 3 اس ماكس الان انتهت بعض هذه البرامج واصبحت اوت خارجه او عن عن السوق العمل فماذا يحدث؟ يعني الان حتى تحدثنا عن الريفت او البرامج اللي موجوده حاليا فبالمستقبل القريب اكيد ستكون هناك برامج اخرى. بالنتيجه هل مسؤوليه مدارس الهندسه المعماريه وتابعة خريجيها وتدريبهم بشكل مستمر وهذا ما يدعى التعليم المستمر او هذا دور الشركات المعماريه في توفير التدريب والتعليم كجزء من التطوير المهني المستمر آآ آآ موظفيهم على فتره دراستهم هذه النهايه يعني نهايه المحاضره هذه سلسله المصادر اللي استخدمتها في المحاضره في الحقيقه المصادر المدرجه هنا حوالي 60 مصدر كانت هي اساسا ضمن هذه المحاضره لكن بعد تعديل المحاضره ومحاوله اختصارها اعتقد هي استغلت فقط 35 مصدر ولكن ارتئت ترك المصادر الموجوده عسى ولعل ان تفيد من يريد الاستزاده بهذا الموضوع المصادر اغلبيتها متوفره على الانترنت والكتب ايضا متوفره معظمها على الانترنت في النهايه اشكر لكم استماعكم لهذه المحاضره وهذا الايميل الخاص بي في حاله يعني الحاجه الى التواصل اشكر لكم ذلك قبل النهايه اطلب منكم فضلا يعني هناك استبيان سريع لا يتجاوز الدقيقتين حول محاضره اليوم بامكانكم سريعا استخدام الموبايل في يعني بالحالتين في مستخدمي الاندرويد او مستخدمي الاي او اس في أتمنى أن يكون لكم لك الوقت لإبداء آرائكم وإعطاء الفيدباك حول محاضرة اليوم شكراً جزيلاً لوقتكم وأتمنى أن تكون المحاضرة الساعة أو أكثر من ساعة كانت مفيدة وبها معلومات قيمة شكراً جزيلاً السلام عليكم دكتور جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. انا ممنوع جدا. لو سمحت بس في سؤال دلوقتي ده. هل حضرتك تفضل ان اول سنه او سنتين في الدراسه العماره في الجامعه ما يبقاش في اي برامج خالص ويبقى تدريب كله على الرسم المانيوال بحيث ان هم المهارات او يركزوا على ان هم يعرفوا الافكار افضل؟ يعني حقيقه هو هذا السؤال ايضا يعني سؤال جدلي وليس سؤال يعني آه يعني اقصد ليس اجابه مو سهله عليه يعني رايي واراء يعني مختلفه في هذا الخصوص حقيقه إن راح انقل لك اراء يعني موجوده اكاديميه اراء بعض الاكاديميين يعني ضد هذا الشيء او مع الحفاظ على التقنيات التقليديه في المرحله الاولى مع ابعاد الطلبه تماما عن هذا عن التقنيات الرقميه في حين لانه الكثير من الـ المهندسين او المعماريين اللي يعملون في يعني في مجال الممارسه المعماريه او بالذكر يعني كما سلفنا لانه في مقابله مع مهندس معماري عمل دزا حديد وعمل سابقا لدى فوستر لانه من المهم تدريس الطلبه التقنيات الرقميه من المراحل الاولى لأنه هي هاي ما يعني يفعلوه في المستقبل اما رايي يعني حقيقه اعتقد من المهم تدريب الطالب في المرحله الاولى وحتى المرحله الثانيه الاستمرار في العمل اليدوي ولكن مع اعطاء الطالب نبذه مختصره عن التقنيات الرقميه، خاصه في المرحله الاولى، يعني ممكن في المرحله الثانيه ممكن الطالب يستخدم التقنيات الرقميه، ولكن على الاقل في المرحله الاولى يفهم التقنيات الرقميه، يفهم اهميتها، يفهم كيف يمكن استخدامها، مع الحفاظ على التقنيات اليدويه، نعم انا مع الحفاظ على التقنيات التقليديه في المرحله الاولى. الله في سؤال من المهندسة وفاء. هل نعم. انتم مع ان في الفترات الاخيره في عمليه التقييم المعماري امكانيات الاظهار الرقمي للمشاريع في تقييم توقي... توقي... الطلبه؟ انا ال... الت... ال... ال... الاسئله يعني اقدر اشوفها ام ام سؤال أوه. هذا لو حضرتك دوست على زر الشات هتظهر عند حضرتك هو بالشات ما ما تظهر او يعني هاي قديمه في حد اعتقد أن لو هذا انا اللي آه اوكي هل انتم مع الف... مع ان الفترات الاخيره في عمليات التقييم المعماريه؟ إمكانية إظهار رقم المشاريع في تقديم الطلاب يؤثر على المقيمين، واحيانا نلاحظ غدر لمشاريع قد تكون جيده لكن الاظهار سيء، الى حد ما واحيانا قد تسمعها من الطلاب نفسه قد يظن انه جيد في الاظهار يجب عليه ان يحصل نعم هي يعني حتى هدنا... ممكن يكون عامل ريندر عالي جدا باليومن او ب دي ماكس فياخذ درجات اعلى نعم. اعتقد يعني هي الفكره هي الاساسيه هنا، الطالب عليه ان يفهم لانه الرندر شيء والنمذجه شيء اخر، والتمثيل شيء اخر، وعمليه توليد الشكل هو شيء اخر، كلهن ممكن اعملهن ببرامج الحاسوب، فهي هاي المشكله الحقيقيه الان الطالب عندما يعني قارن بين المشاريع يقارن على انه المشاريع يا هي الاقرب الى الحقيقه او يا هي اللي اظهارها اجمل، ولكن الاظهار ياخذ نسبه معينه احنا لا نريد نظلم انه نقول انه الاظهار لا اهميه له على العكس الاظهار جدا مهم ولكن بالمقابل التدريسي طبعا اكيد هو التدريسي هو استاذ ذو خبره يعني هو ما ينظر الى المشروع كمشروع على باظهارها فقط وانما ينظر الى المشروع بكافه الجوانب اذا على التدريسي من منذ بدايه استخدام التكنولوجيا الرقميه تنبيه الطالب لهذه المهمه الى لهذا الامر لانه عمليه التقييم تتم ليست فقط على الاظهار وانما على توليد الشكل سبب خلق الشكل هناك اشكال دائما يعني حتى في ال... يعني طالعت حتى في عفوا يو سي ال لندن او الاي اي, اي. الاركتكتشر تجد مشاريع اظهارها بسيط وشكلها جدا رتيب عباره عن مكعبات ولكن درجات عاليه عندما تسال الاستاذ سبب هذه الدرجات العاليه بالفعل تلقى لأنه السبب لانه سبب منطقي اكو نقاط على الطالب معرفتها خلال عمليه التصميم والنتيجه الطالب انتج شكل بسيط باظهار جيد ومقبول ولكن عمليه الديزاين بروسيس التصميم كانت عمليه منهجيه صحيحه انتجت عماره كما كانت عماره جيده. امل ان يعني الاجابه قد تكون يعني واضحه لهذا السؤال تمام دكتور في مهندسه ميسون بتقول الاظهار حتى لما كان يدوي ممكن يغطي على عيوب التصميم اكيد اه يعني حتى في الشغل الحقيقي بتاعنا ممكن واحد يعمل شغل جامد جدا فالناس كلها توافق عليه. اكيد اكيد يعني الاظهار لا انا ذكرت لانه الاظهار لا يمكن اخفاء الجانب يعني ممكن لانه الاظهار يدمر مشروع ممتاز. والاظهار ممكن ان ان يعني يجيب لنا مشروع هو مو مقبول ولكن يبرز للعين احنا بالعراق نقول لانه العين تاكل فالعين نشوف شيء جيد وجميل. يعني تتقبلها اسرع من تقبلها لهذا هنا اكو مهمه يعني صعبه للتدريسي المهم لانه وضع التوازن والبالانس بين الجوانب المختلفه يعني انا انطي الطالب الحريه باختيار التصميم او البرنامج والحريه بعمليات الاظهار ولكن عليه ان يعرف الى اي درجه يحتاج الاظهار الى اي درجه يحتاج السيموليشن او التمثيل اي درجه يحتاج الاوبتمايزيشن اكيد الاظهار شيء مهم بس احنا هنا اكو نقطه جدا مهمه العمل المعماري الحالي هو عمل مؤسساتي خلينا نكون واقعيين بعد انتهى عمل المعماري الفردي المعماري يا اما يكون معماري متمرس بالاظهار حاليا بالمكاتب المعماريه طبعا هذا العدد قليل لانه الان اغلب ما شفت بالمكاتب المعماريه الضخمه وحتى البسيطه يكون الاظهار للجرافيك ديزاينر المعماري يصمم ويستخدم الريفيت او الراين او الجراس اوفر ويحوله الى مع طبعا مع مواد بسيطه مع الاتفاق مع الجرافيك ديزاينر او متخصص في عمليه الرندرنج او الاظهار هناك معماريين مختصين بالسيميوليشن هناك معماريين مختصين بالنمذجه فالعمل المعماري الان اصبح عمل مؤسساتي بعيد عن العمل الفردي وحتى اكبر من العمل كشركه الان حتى الشركه ممكن تلقى المعماري هو يعمل بدورين او ثلاث الان العمل لا اصبح يعني عمل مؤسساتي وانا نتكلم مثلا على مكتب نورمان فوستر مكاتب نورمان فوستر موجوده حول العالم هي 54 مكتب واعتقد عدد الموظفين عنده ما يقارب 15000 موظف في لندن عنده مكتبين مكتب فيه 400 موظف ومكتب اخر اعتقد فيه اعتقد حسب ما ذكر لانه 2000 في المكتب ال 400 موظف هو موجودين يعني 200 مهندس و100 معماري 100 معماري مقسمين على مشاريع التيم المعماري التيم العفو لاي مشروع لا يقل عن اعتقد ان ما ذكر الرقم اربع او خمس معماريين، كل معماري هو مسؤول عن مهمة. اكيد يوجد معمار مسؤول عن عن هذا الفريق ولكن يوجد معماريين اخرين يعني يعملون كل من له مهمه خاصه، فبالنتيجه الفكره اللي اريد اوصلها الان انه العمل المعماري الان تغير، العمل المعماري اصبح عمل مؤسساتي بس احنا نرجع ونقول لانه العمل في في استوديو التصميم مخت... ليس مختلف وانما الطالب يكون هو يعني يمارس جميع الامور بشكل منفرد طبعا مع وجود الجروب او العمل الجماعي واهميته طبعا بس بالنتيجه هو الطالب عليه فهم اكثر من جانب في وقت واحد نعم تمام دكتور في سؤال سؤالين زي بعض هل يستطيع المهندس المدني دراسة الهندسة المعمارية بأقل من خمس سنوات دراسية باعتباره مهندس أيضاً؟ هل في وجود لحاجة زي كده؟ والسؤال الثاني برضه هل يمكن المهندس المدني أن يصبح مهندس معماري؟ وما هو نوع الدراسة وفي أي جامعات متوفر في العراق أو في الخارج؟ هل يستطيع المهندس المعمارية دراسة يعني احنا احنا نرجع على النقطة الأساسية اللي ذكرناها، أولاً علينا التفريق بين الهندسة المعمارية والعمارة، يعني المثال اللي حالياً اللي أنا اللي موجود عندي في جامعة ليفربول يوجد تخصص الهندسة المعمارية وهو تخصص تابع للهندسة لكلية الهندسة وتخصص من الهندسة المدنية، بعد المرحلة الثالثة للطالب الحق اختيار أي تخصص، فبعد المرحلة الثالثة يدخل الطالب ممكن ان يصبح متخصص او مهندس معماري، مهندس معماري. هنا الفرق لانه المهندس المعماري في المملكه المتحده ذو قابليات او محدد بعمل بعمله من ناحية التصميميه، هو ما له يصمم ما له يتخذ قرارات معماريه تصميميه، اما بالمقابل يوجد تخصص عماره مستقل بحد فاذا كان الجواب في المملكه المتحده نعم باستطاعته الشخص التقديم على الهندسه المعماريه مع باك جراوند مهندس مدني في تخصص يدعى البي اي ان جي اللي هو العفو ام اي ان جي ماستر اوف انجينيرنج بالتخصص الاركتكتشر بس هو ما راح يكون مهندس معماري العفو ما راح يكون معماري ضمن النطاق ال يعني المملكه المتحده وما راح يقدر يستحصل مثل ما نقول هوية نقابة أو جائزة عمل كمعمار ولكن أعتقد في دولنا العربية ممكن يعني يعمل أما في العراق ما أعتقد أكيد يعني من الممكن دراسة دورات أو من الممكن الخضوع إلى برامج معمارية ولكن أيضاً ليس من السهولة أن تصبح معماري بأقل من المدة المحددة لأنه مثل ما أشرت سابقاً لأن عملية التعليم المعماري عملية معقدة عملية تحتاج إلى تدريب عملية تحتاج إلى ذهن يعني ومسائل يعني ليس من السهل تختلف تماما، المشكله الحقيقيه هناك اختلاف بين الهندسه بين الهندسه تخصصات الهندسه المدنيه والعماره، ان يعني تخصص تخصص الهندسه تخصص يعتمد على الرياضيات فيه جانب ابداعي كبير ولكن يعتمد على مسائل الفيزياء والرياضيات على جوانب محسوسه ومحسوبه. المشكله في تخصص العماره الترابط مع الجوانب الاخرى اللي هي جوانب غير محسوسه، غير مرئيه، غير غير قابله للقياس هي اللي تمثل التي تمثل التعقيد وتمثل الصعوبه، وهي ما تاتي بيوم وليله او ممكن تاخذها كشخص يعني وحدك، وانما عليك ان تمر بسلسله من التجارب والممارسات للوصول. ولكن يعني حتى لا لا يعني نظلم خلينا ولا احد الامثله المشهوره عالميا اعتقد هو فرانك ليود رايت هو ليس ليس معماري بال... بالشهاده. نعم. في نعم. في سؤال بيقول كيف يمكن تحقيق توازن متوازنه بين التقنيات الرقميه وزين طلب العماره المستخدم لها؟ هل في المستقبل سوف يتم الاستغناء على المصمم والاعتماد كليا على تطور برامج الحسابات في مراحل الدراسات الاوليه للمشاريع التسمية لمجرد ادخال البيانات الخاصة بالموقع والبيئة والمتطلبات الوظيفية وغيرها يعني هو هذا اعتقد هنا سؤالين منفصلات وسؤال يعني كل كل سؤال يحتاج له يعني الوقت الكافي يعني احاول انه يعني تسعفني الاجابة الصحيحة له التوأمة والموازنة بين التقنيات الرقمية وذهن الطالب يعني هو هذا الشغل الشاغل حاليا في على مستوى جميع المدارس المعماريه وطبعا وهذا المساله هي ايضا ارجع واقول لأنه ليست فقط مساله في التعليم المعماري في كافه يعني المؤسسات التعليميه وخاصه التعليم الاولي ليست التعليم الجامعي يعني في التعليم الجامعي عدا التعليم المعماري استخدام التكنولوجيا واضح وصريح في التعليم الطبي وفي التعليم الهندسات الاخرى ولكن في التعليم المعماري عمليه ايجاد هذه الموازنه عمليه جدا صعبه لذا ارجع وأكرر لانه حتى احقق هذه الموازنه علي ان ارجع احقق هذه الموازنه في التدريسي في ال... في استاذ الاستوديو التصميم يعني من الصعب علي لانه اجي اخلق طالب معماري ذو توازن ذهني ومعرفه رقميه خلينا نوصل الى النولج الديجيتال نولج وأنا الاستاذ اللي يعطي هذه يزوده بهذه المعرفه هو استاذ له يعني ميولات اخرى، فعلينا تحقيق التوازن اساسا بالاستاذ قبل محاوله تحقيق التوازن مع الطالب. هذا بالنسبه لل للسؤال الاول، اما في المستقبل يعني الاستغناء عن المصمم اعتقد انا اشرت في خلال هذه المحاضره والمحاضره السابقه حول مستقبل المعماريين لانه الذكاء الصناعي سياخذ دور كبير من الممارسه المعماريه بشكلها الحالي ولكن هل هل سينتهي الممارسه المعماريه هل في المستقبل ما نحتاج الى معماري؟ ما اعتقد ذلك حقيقه حتى باعقد التكنولوجيا لانه مثل ما اشر سابقا انه العماره مرتبطه بجوانب حياه مختلفه وليست بجانب واحد بالنتيجه الى انه الحاسبه ستغطي بعض هذه الجوانب فعلينا كمعماريين محاوله السيطره على هذه الجوانب ومعرفة قابليات الحاسبة وبالمناسبة الذكرى الحاسبة حتى الأمور الآن الذكاء الصناعي أصبح له القابلية على قياس ما نعتقد أنه صعب قياسه أو نضعه ضمن خانة الأمور الغير قابلة للقياس الآن التقنيات الرقمية والذكاء الصناعي والمشين ليرنينج بدأ بقياس نسب الجمال في العمارة القيم الذاتية فأمور بدأت تقيسها بالنتيجة أصبحت الآن اصبحت عندي سهوله قياس ما يصعب قياسه سابقا سابقا كنت اريد اصمم لفئه معينه لمدينه معينه نفرض اريد اصمم آه، في القاهره او في بغداد علي دراسه وفهم اخلاقهم وفهم عاداتهم وتقاليد المنطقه وهذا يستغرق وقت الان اصبح من السهوله ادخال هذه البيانات وبالنتيجه الحصول على المخرجات سريعه من باستخدام الذكاء الصناعي والمشين ليرنينج بس يبقى الاهم من ذلك أنه من صاحب القرار الان الحاسبه مهما تطورت ومهما الذكاء الصناعي ساعد هو ساعد على اعطائك مجموعه حلول الان سابقا كانت ايجاد حل او حلين بديل او بديلين العملية التصميميه هو عمليه متعبه ومرهقه وتاخذ وقت الان بسبب الذكاء الصناعي وبسبب التقنيات الرقميه الموجوده اصبح الحصول على الاف البدائل الحلول مع تحديد بدائل الحلول الافضل بناء على المعطيات اللي انا دخلتها فاصبح الان دور المعماري له دور جديد فمن الصعوبه القول انه ستختفي مهنه العماره بصوره تامه ولكن الاكيد لأنه انه ستتغير خلال 20 سنه القادمه بشكل كبير. جزاكم الله كل خير يا دكتور رعد بشكر حضرتك وعذرا سهرناك معنا النهارده لا لا انا بعد وقت انتوا سهرتوا انا بعد انا ساعه فقط كان بعد التسعه عندي او ثمانية ونص اه تمام آه لا لا أنا بعد الامور تمام عندي انا في في شكرا استاذ جزاكم الله كل خير اتمنى لانه كانت محاضره جيده إن شاء الله في الايام القادمه ايضا يعني محاضرات اخرى جزيلا. ان شاء الله تكون مفيده شكرا جزيلا وتحياتنا للجميع شكرا